بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 167. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تقدم معنا ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن العبد قد يدعو بما فيه هلاكه في الدنيا والآخرة فيستجاب له، وأن مجرد الإجابة ليست دليل صحة ما هو عليه العبد. قال رحمه الله هنا: كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجات فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما زال الشيخ رحمه الله يقرر أن إجابة الدعاء ليست دليلاً على صحته، وليست دليلا على صواب ما عليه الداعي، فإن الله قد يستجيب للمشركين إذا دعوه في حالة الضرورة، وقد يجيب الله من اعتدى في الدعاء، مع أن الله قال: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، فيجاب له وإن اعتدى في الدعاء وإن دعا بما يغضب الله، فإن الله قد يستدرجه ويعطيه ما أراد. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالذي يعتدي في الدعاء قد يجيب الله دعوته وإن كان قد نهاه عن الاعتداء في الدعاء، فهذا دليل واضح على أن إجابة الدعوة ليست دليلاً على صحة الطريقة التي عليها الداعي. فالذي يدعو عند القبور أو يدعو الأموات أو يستغيث بهم وإن حصل له مقصوده، ليس ذلك دليلاً على صحة طريقته ودعائه، لأن الله نهى عن دعاء غيره. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومع هذا قد يستجاب لهم لحكمة إلهية، إما لاستدراجهم، وإما نظرا لحالتهم الضرورة، وإما لأن هذا صادف قضاء وقدرا، إلى غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل أشد من ذلك. ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس؟ ومع هذا فقد قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبتوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون. خذ مثلا في العلاجات، فمثلا قد يتعالج الإنسان بشيء محرم ويحصل له الشفاء. نعم، يحصل له الشفاء. هل يدل هذا على صحة العلاج بالمحرم؟ لا، لا يدل هذا. لكن حصول هذا الأثر هذا ليس دليلا على صحة الطريقة التي حصل بها العلاج، بل قد يشفيه الله عز وجل، لكن ما خسره من دينه ومن عقيدته أشد من المرض لو استمر به المرض. فمثلا الذي يتعالج بالسحر، السحر كفر وشرك بالله عز وجل، فرضنا أنه عالج عند الساحر وشفي من سحره،
لكنه تخلى عن عقيدته وباع دينه والعياذ بالله. فأيهما خير؟ لو أنه صبر على المرض، أو حتى لو توفي بهذا المرض وهو متمسك بدينه وثابت على عقيدته، أيهما خير لو عوفي وصار كافرا ومشركا بالله عز وجل؟ فالمسلم ينظر في العواقب ويقارن بين المنافع والمضار، ولا يأتي الأمور من غير روية ومن غير تفكير. ولذلك حرم الله علينا التداوي بالحرام، حرم علينا التداوي بالسحر، وحرم علينا التداوي بالشعوذات والطلسمات وغير ذلك. وإن حصل لنا مقصودنا كما يحصل لبعض هؤلاء إذا فعلوا هذه الأشياء حصل لهم الشفاء، فإن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه. وأيضا النتيجة التي حصلوا عليها فيها من الآثام ما يربو على ما فيها من المنافع، والشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه فإنه حرام ولا يجوز فعله. نعم. قالوا: لقد علم ولمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله جل وعلا ذكر أن اليهود اتهمت سليمان عليه السلام بالسحر، وقالوا إنما كان يتسلط على مردة الجن بسبب السحر، فهو الذي يسخر به الجن، ولم يعلموا أو كانوا يعلمون أن الله سبحانه هو الذي سخر له مردة الجن وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن هذا بتدبير الله. لكن أرادوا أن يلبسوا على الناس، لأن اليهود أصحاب سحر، فأرادوا أن يدمجوا سليمان عليه السلام معهم، يستدل بذلك على صحة طريقتهم، فقالوا إن سليمان يستعمل السحر فيدبر به مردة الشياطين. قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بين سبحانه أن السحر إنما هو طبيعة اليهود وليست من طبيعة نبي الله سليمان عليه السلام، لأن السحر كفر، والأنبياء لا تفعل الكفر ولا تأتي بالكفر. وما كفر سليمان، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر. ولما أنزل الله الملكين يعلمان السحر ابتلاء للناس وفتنة للناس، فالملكان لا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فينصحان من تقدم إليهما بأنهما إنما جاء لاختبار الناس وفتنة الناس، فينصحانه أن لا يتعلم السحر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة لا يضرون أحدا إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى أنه يتضرر، وأما الشياطين والسحرة فلا يضرون أحدا من عند أنفسهم، ولا يملكون ذلك، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فجعل السحر ضررا محضا ليس فيه نفع، وما كان ضررا محضا أو كان ضرره أكثر من نفعه أو ضرره مساو لنفعه فإنه لا يجوز. فكيف إذا كان الضرر خالصا كما في السحر؟ فالله أخبر أن السحر ليس فيه نفع قط، وإنما هو ضرر. تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. لمن استبدل السحر بالإيمان ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ليس له نصيب في الجنة. كل هذه المواضع من الآية تدل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، لأنه ضرر محض. والغرض من هذا أن يبين أن ما يحصل لعبدة القبور من إجابة دعواتهم أحيانا أنها ضرر محض،
أو أن ضررها أكثر من نفعها، فلا يستدل بذلك على صحة ما هم عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أن، قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أن السحرة آمنوا واتقوا، هذا دليل على أن الساحر ليس مؤمنا ولا تقيا وأنه كافر. ولو أنهم آمنوا واتقوا يعني تركوا السحر، تركوا السحر لبقوا على الإيمان والتقوى، لكان ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة أي ثواب من عند الله خير لهم مما حصلوا عليه في الدنيا من الحظوظ والشهوات العاجلة لو كانوا يعلمون، لكنهم لا يعلمون هذه الأمور، وهذه آفة الجهل وآفة التقليد الأعمى، هذا ما يجر إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة وأن صاحبه خاسر في الآخرة. يعترفون، ولقد علموا، ولقد علم السحرة لمن اشتراه، أي استبدله بغيره، استبدله بالإيمان، استبدل السحر بالإيمان ما له في الآخرة من خلاق. علموا أنهم ليسوا من أهل الجنة وأنهم من أهل النار، ومع هذا يقدمون على السحر إثارة لعاجل شهوتهم وحظوظهم الدنيوية. نعم، وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنيا، وقد قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها أو يستجاب له أيضا. هذا كما سبق أنه يحصل للاستدراج، أنه يحصل المقصود بالدعاء غير المشروع لأجل الاستدراج عقوبة لهم. نعم، ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه بتقصيره في طلب العلم أو ترك للحق. نعم، لو كانوا يعلمون، فدل على أنهم لا يعلمون، لكنهم لا يعذرون بهذا الجهل. لماذا؟ لأنهم بإمكانهم أن يتعلموا، فلم يتعلموا وتركوا تعلم العلم النافع، فلذلك هلكوا مع من هلك. نعم، قال: وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا. نعم، قال: قد يكون قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه. نعم، بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال. هذا في المجتهد الذي ليس عنده دليل يعتمد عليه، وإنما يجتهد يعني يتحرى الصواب ويتحرى الحق لكنه لم يصبه، فهذا يعذر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في الذي يريد الحق وطلب الحق لكنه لم يصبه، أما الذي ترك الحق ولم زهدا به ولم يطلبه فهذا غير معذور. نعم، هذا التفريق الشيخ عند الشيخ في هذا الموضع نقل عنه، نقل بعض المؤلفين بغير فهم دقيق، قالوا: الشيخ يقول أن الدعاء اللي يدعون الأوثان والقبور الأضرحة قد يعذرون وقد يكون اجتهاد، فنقل بغير وضوح. لا يعذرون، ويقول لا يعذرون لأن بإمكانهم يتعلمون ويسألون ويعرفون، فهم الذين قصروا. والقرآن والسنة واضحان في النهي عن الدعاء غير الله وعن الشرك وعن، نعم، هذا لو كان ما فيه بيان من الدليل، لو كان الدليل محتملا يحتمل هذا وهذا، لكن الدليل الآن صريح في النهي عن الشرك وعن دعاء غير الله، فكيف يقال يعذرون؟ نعم، ما في جهل يرفع العذر. نعم، لو أرادوا العلم لحصلوه، لكنهم لم يتعلموا زهدا في العلم فلذلك لا يعذرون. نعم، وغير المعذور قد يتجاوز عنه. الذي يعذر هو الجاهل الذي ليس بإمكانه زوال عذره لكونه منقطعا، ليس عنده أحد من أهل العلم، ولم يبلغه شيء، ولم يسمع شيئا من القرآن ولا من السنة، هذا يكون له عذر حتى يبين له. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الآن هؤلاء بعث الله إليهم الرسول
وبين لهم ما يتقون، ومع هذا لم يطلبوا هذا الشيء ولم يبحثوا عنه، وصموا آذانهم وبقوا على ما عليه أسلافهم وأجدادهم ونظراءهم من الشر والضلال. هؤلاء يعذرون؟ ليس لهم عذر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة الله به أو نحو ذلك من الأسباب. نعم، وقد يعفى عنه لكثرة حسناته، يكون عنده خطأ يسير ولكثرة حسناته يعفو الله عنه، كما قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فقد يغفر الله للإنسان بسبب كثرة حسناته. وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقد يعفو الله عن الإنسان زلة يسيرة بسبب حسناته الكثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك. قلنا إنه ليس على إطلاقه لاجتهاده مطلقة، لكن الاجتهاد الذي لم يتبين له الحق، ولو تبين له الحق لأخله، فهذا يعذر باجتهاده. أما الذي يجتهد والحق بين واضح، ما يحتاج إلى اجتهاد وإلى بحث، الحق واضح لكن تركه، لا نقول إن هذا مجتهد، هذا تارك للدليل عن عمد، فلا يعذر. نعم، ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه. وحتى لو عفي لصاحبه وغفر له لسبب من الأسباب، فإن هذا المكروه يبقى مكروها. نعم، ومنكرا ويحذر منه. نعم، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه، لكن البقية لا يزول عنهم ذلك. نعم، ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط. نعم، حتى اجتهادات الصالحين والمتقين إذا اجتهدوا وأخطأوا لا يؤخذ خطأهم ويسوق، وإن حصل مقصودهم وإن كانوا صالحين وإن كانوا أتقياء، لا يؤخذ إلا فعل الأنبياء وأقوال الأنبياء لأنهم معصومون، أما غيرهم فليسوا معصومين وإن كانوا صالحين. فإذا خالف الدليل ولو كان من أصلح الصالحين فإنه لا يؤخذ خطأه. نعم، قال: لما ذكرنا خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل. نعم، هذا قد يكون ما حصل له من النفع مع أنه مخطئ قد يكون لصلاحه واستقامته، خاص هذا شيء خاص به لا يتناول غيره فيقال هذا تشريع عام لكل الناس، إنما هذا خاص بهذا الشخص لصفة فيه خاصة. نعم، ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضرون به. نعم، هذا فعله عن صدق وإخلاص، وهؤلاء أخذوه تقليدا وليس عندهم إخلاص وليس عندهم صدق، فليس هذا مثل هذا. نعم. قال: فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين، ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل. يقال في بعض الحكايات أن قوما يمشون قافلة تسير في طريق القوافل، وكان في هذا الطريق ثعبان عظيم، إذا جاءوا عدا عليهم وأكل من أكل منهم، وفي مرة جاء معهم عابد من العباد، فأرادوا أن يعدلوا عن الطريق الذي هم فيه، فسألهم لماذا، قالوا: فيه ثعبان. قال: لا، امشوا. فمشوا، فلما جاء الثعبان هذا العابد ذكر الله عز وجل، ذكر الله واستعاذ بالله، فولى هذا الثعبان وأدبر ومضت القافلة.
في المرة الثانية جاء معهم جاهل وقال لهم امشوا وأنا أكفيكم. فلما جاء الثعبان ذكر الله وتلا القرآن، لكن الثعبان أول من التقم هذا الشخص. قالوا إيه الآية هي الآية، لكن الشخص غير الشخص. فهم يقولون ما كل من قرأ الآية، يعني الكلام صحيح معناه، ما كل من قرأ الآية يكون فاهما لمعناها وعاملا بها، مجرد التلاوة لا يكفي. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع، فإن تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال، حركها محرك كانوا في سماعه، إما مجتهدين وإما مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم، فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع، ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم، فيهلكون بذلك. هذه من وقائع الصوفية الذين يتخذون الأناشيد والحدى والغنى يتخذونه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتواجدون ويظنون أن هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقولون أن هذا السماع حضره فلان من الصالحين، حضره فلان من الصالحين المتعبدين، وحصل له من الخشوع والخشية ما حصل له، وظنوا أن هذا بسبب السماع، وإنما هو بسبب الإيمان الذي في قلبه لا بسبب حضوره لهذا السماع. فهم أخذوا من حضوره حجة على أن هذا السماع وأن هذا المجلس أنه مشروع، وليس الأمر كذلك، إنما هذا أخذته الخشية لما في قلبه من الإيمان، مع أن حضوره خطأ. نعم. حضوره في هذا المجلس خطأ، ولكن حصلت له الخشية لما في قلبه من قوة الإيمان واليقين، لا لتأثير هذا المجلس عليه، فهم أخذوا هذا. فهذا مثل من يقول إن فلان دعا فاستجيب له، وهذا دليل على إباحة مثل هذا الدعاء. فنقول لا، هذا لا يدل على هذا، لأن الأحوال تختلف والأشخاص يختلفون، والمدار كله على الكتاب والسنة، ليس على قول فلان أو حضور فلان أو عمل فلان. فلان وإن حضر وعذر أو حصل له ما حصل من الآثار الطيبة، فهذا لا، هذا يكون واقعة عين، واقعة عين خاصة به، ولا يتخذ هذا دليلا. الدليل إنما يكون من الكتاب والسنة لا من غير الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل بسعدة ولبنى، لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك. نعم. الحكاية هذه أن فلانا من الصالحين رؤي بعد موته فقيل: ما فعل الله بك؟ فالله جل وعلا أحضره بين يديه وقال: أنت تتمثل بلبنى وسعدة، يعني وسعدة يعني بالغزل. نعم. الغزل والتغزل والهوى. فالله جل وعلا غفر له بسبب صلاحه، غفر له هذه الزلة بسبب صلاحه واستقامته. قالوا هذا دليل على أن الغناء والغزل أنه جائز، لأن الله غفر لهذا الشخص، ولا يدرون أنه غفر له بسبب ماذا؟ بسبب صلاحه ودينه، وأن الله عاتبه على هذا الذنب، ما أقره على هذا الذنب بل عاتبه، ولكن غفر له لسابقته في الصلاح والاستقامة. نعم. قال: فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثير ما يكون من هذا الباب. نعم. هذه قاعدة عظيمة، أن حصول المقصود وإجابة الدعاء أحيانا لا تدل على صحة الطريقة التي حصل بها الدعاء، أو المكان أو نوع الدعاء الذي دعي به لا يدل على صحته، ما دام مخالفا للكتاب والسنة فلا يحتج به، وليس حصول المقصود دليلا على صحة الطريقة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد أصحابهم أثره. نعم. كان الأئمة من أهل العلم يكرهون هذا لأصحابهم،
وإن حصل لأصحابهم أثر حسن في هذه الأمور فهم ينهونهم عنها لأنها مخالفة للكتاب والسنة، فلا ينظرون إلى الأثر الذي يحصل، وإنما ينظرون إلى موافقة الكتاب والسنة أو مخالفتهما. هذا هو الصراط المستقيم والطريق القويم. نعم. قال: كما يحكى عن سمنون المحب قال: وقع في قلبي شيء من هذه الآيات إلى دجلة، فقلت: وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت، فخرج حوت عظيم أو كما قال. قال: فبلغ ذلك الجنيد فقال: كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. الجنيد من أئمة الصوفية المستقيمين والعباد الصالحين، وكان له تلميذ فذهب إلى دجلة وشرط أن يخرج له حوت، فخرج له ما أراد، فشيخه الجنيد تمنى أن لو خرجت عليه حية فأكلته، لأنه لا يجوز له هذا العمل، لا يجوز له هذا العمل. فليس حصول المقصود دليلا على صحة الطريقة التي سلكها هذا الإنسان. هنا أحسن الله إليكم. وذكر الشيخ قصة أخرى ندعها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.